الرحمن الرحيم. اليوم محاضرة رقم 35، بنحكي فيها بإذن الله عن Applications of Differentiation، اللي هي تطبيقات على الاشتقاق. وهذا الشابتر راح يشمل الأسئلة اللي فيها الماكسيمم والمينيمم، Increasing وDecreasing، تطبيقات عملية أيضا على القيم القصوى. ثم في سكشن اللي بتحدث عن لوبيتالز رول، اللي هي مستخدمها في ايجاد النهايات. راح نبدا بسكشن 4.1، بتحدث عن الماكسيمم والمينيمم. ضمن هذا السكشن تحدث عن تعريف حاجتين، تعريف اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم، اللي هي القيم الصغرى والعظمى المحلية، وأيضا القيم العظمى والصغرى المطلقة. فبنعرف كتعريف، هاي ديفينيشن، لو كان في عندنا F let F be a function with domain D. يعني بده يكون في بالكم دائما لما تحدث عن الفانكشن مهتم كثير في الدومين. يعني مرات مثلا بتوجد نقاط بتكون فيها المشتقة صفر او المشتقة غير موجودة، لكن هالنقطة هذه شمالها مش من نقاط الدومين، فلا يمكن اقول عنها لا ماكسيمم ولا مينيمم ولا اتعامل معها اصلا. ماشي؟ دائما مهتمين احنا بكل الحاجات هذه ضمن الدومين، ضمن الدومين المعرف عندنا في الاقتران. ف we say f has absolute maximum. واحيانا يعني كلمة absolute ايضا بحطوا محلها، بيستخدموا كلمة global. absolute maximum at x تساوي c، وهذه تنتمي للدومين. شو بيكون شرط الـ absolute maximum عند النقطة c؟ بده يكون عندي شرطها اللي هو يكون عندي f للc قيمتها أكبر أو يساوي f للx for all x تنتمي لدي. انتبهوا عملية انه يكون absolute maximum مش انه في f of c لازم تكون اكبر، قد تكون اكبر او يساوي. فعشان هيك مرات اذا كان الاقتران constant بكون كل النقاط يعتبروا ايش؟ absolute maximum. يعني الشرط مش، انتبهوا، الشرط مش اكبر، اكبر او يساوي. فاذا تساوى او كان اكبر بتكون عندي absolute maximum. وبنسمي انه and we call f of c بسموها الماكسيمم فاليو. فمرات بطلب الماكسيمم at x يساوي c، ومرات بطلب الماكسيمم فاليو. اذا طلب الماكسيمم فاليو بعد ما توجد قيمة c اللي بكون في عندها الماكسيمم، لازم نعوضها في y مشان نطلع الماكسيمم فاليو. فبدنا ننتبه بين ماكسيمم at c وين ماكسيمم فاليو. ماكسيمم فاليو قيمة y اللي بتكون عندها القيمة ايش؟ ماكسيمم. طبعا بشكل يعني موازي بنعرف، هسه بناخذ أمثلة عليها، بشكل موازي بنعرف الابسوليوت مينيمم. and we say f has absolute minimum at x equal to d مثلا تنتمي لd. شرطها اللي يكون عندي f للd قيمته أقل أو يساوي f للx
for all x تنتمي لدي. عشان هيك في حالة الكونستانت فانكشن بتكون نفس النقطة نفس القيمة نفس الابسوليوت ماكسيمم هي نفس الابسوليوت مينيمم إذا كانوا كل القيم متساويات. يعني في حالة الـ f of x يساوي k اللي هو مستقيم يوازي محور السينات بتكون قيمة k هي الماكسيمم فاليو هي المينيمم. نعم. And we call نسمي f of d اللي هي minimum value. هذا التعريف طرفه خلي شوي ناخذ كامثله. فور اكزامبل شوف لو اخذنا هذا المنحنى اللي هو y يساوي كوساين x في عندي ايش الماكسيمم فاليو. ماكسيمم فاليو يساوي واحد اللي هو قيمة الماكسيمم فاليو يعني قيمة y والمينيمم فاليو طبعا ماكسيمم فاليو يساوي واحد ات ايش شو قيم c في الحالة هاي 0 2 باي 4 باي الى اخره. لان عندي الصفر كوساين الصفر واحد كوساين 2 باي واحد وفي عندي مينيمم فاليو فاليو يساوي سالب واحد ات ايش سي ات دي سميناها دي دي شو تساوي باي 3 باي 5 باي and so forth. اللي هي النقاط اللي هان هذه قيمتها اللي هي 0 باي 2 باي اي 2 باي الى اخره و ماينس 1 هي عند نقطة هنا اللي هي باي اند 3 باي and so forth. في عندنا اقترانات ثانية مثلا زي الواي يساوي اكس سكوير بلس مثلا 5 النقطة 5 ها في عندي راح يكون ايش هان اللي هي مينيمم فاليو شو تساوي تساوي 5 اللي هي ات اكس يساوي 0. طيب وماكسيمم فاليوز ما فيش لانه هذا يعني احنا رسمناه بحيث انه روح no maximum value مش اكبر قيمة لانه بضل طالع للانفينيتي. في عندنا مثلا y يساوي x كيوب بهذا الشكل راح يكون شو الماكسيمم فاليو له فيش له لا ماكسيمم فاليو ولا مينيمم فاليو انا نو ماكسيمم فاليو نو مينيمم. ماشي فيش له اكبر قيمه شيء اكبر قيمه ما تقولوش انفينيتي لانه احنا دائما على الانفينيتي بنحط عليه اصلا اتس نوت ريال نمبر عمرنا ما حطينا على الانفينيتي
closed interval، لازم حطينا عليها ايش؟ open interval. وزي مرة ثانية بس بذكركم، استخدمناها مع الليمت as x approaches infinity. x approaches infinity معناها x لا تساوي infinity. وايضا الليمت للواحد على x تربيع لما x تقترب من الصفر يساوي infinity، ايضا الليمت يساوي infinity معناها ايش؟ close to infinity او is very large but does not equal. فالانفينيت عمرنا ما استخدمنا عملية المساواة فيها. الآن بعدها بنعرف اللوكال، بنعرف اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم. أيضا هذا definition. if has local maximum at x equal to c. local ومرات محل اللوكال بحطوا كلمة ثانية بسموها local maximum، مرات بسموها relative maximum. local أو relative maximum. شو الشرطة هذه؟ if ايش؟ تكون عندي انا f للc اكبر او يساوي f للx for all x، مش هسا x تنتمي ل d، for all x near c. near c معناها الواقع على فترة حوالين c، فترة مفتوحة عادة بياخذوها. for all x near. وايضا طبعا مشابه لل يعني if has a relative او local minimum، شرطها at x equal to c او d at x equal to d، معناها بيكون في عندي شرطها f، شرط انه f لل d اقل او يساوي f لل x for all x x near d. طبعا كلمة near يعني مش دقيقة كثير رياضيا، near مقصود فيها some open interval around d. For example نأخذ هيك مثال، عندنا منحنى جاي بهذا الشكل، هذا القيمة مثلا هي 2 هي ناقص 1 هي 3 أو 4 يمكن نخليها، هذا عند النقاط هي 1 هي 2 هي 3 هي 4 هي 6. طبعا هذا نعتبر انه يعني المثال حطناه مش مفتوح، يعني هذول اخر نقطتين جايات بهذا الشكل. ففي عندنا يعني بالنظر لهذا الرسمة بنلاحظ انه f has absolute maximum at mean، وين اكبر قيمة للاقتران؟ at x equal to 6. والماكسيمم فاليو، قديش الماكسيمم فاليو؟ 4. اذا هاز ابسوليوت ماكسيمم ات اكس ايكوال تو 6 بس ماكسيمم فاليو يساوي 4. وعندنا ايضا اف هاز
absolute minimum at, when absolute minimum at x equal to 4, will minimum value يساوي ناقص 1. نقدر نقول أيضا f has local maximum at x تساوي، وين في عندي local maximum؟ at 2، at x equal to 2. في سؤال خط الأولى هاي if has abs، يعني اختصار ل absolute، abs راح نكتبها اختصار ل absolute maximum، هذه abs، وال maximum value هنا has absolute minimum at x equal to 4. ف if has local maximum at x equal to 2، وين كمان أيضا؟ عند الصفر وعند الستة. طبعا في كتب تأخذ النقاط الأطراف، في نقاط كتب تأخذهاش على حسب التعريف. إذا عرف إنه اللوكال ماكسيمم عند نقطة بحيث تكون سي هي مركز الأوبن انترفال، الأطراف بزبطوش. فأنتوا في المدرسة في تعريف كتابكم كانوا معتبرين نقاط الأطراف، يعني لأنه عرفنا إحنا نير سي، نير سي طبعا مرات بقول لك نيبر هود حوالين السي، جوار السي، تقاطع الدي يعني هو ضمن الدومين. فهان يعني لو أخذناها هذه النقاط اللي هي near 6 it has local maximum، وأيضا عند الصفر أيضا قيمة أكبر من حواليها. وفي عندنا if has local minimum at، وين اللوكال مينيمم؟ عند الواحد، عند الأربعة. x equal 1. فبحاجة تعرفوا أنتم من الرسمة كيف نوجد الحاجات هذه، الأبسوليت ماكسيمم، أبسوليت مينيمم، لوكال ماكسيمم، أند لوكال مينيمم. في عندنا نظرية بسموها هذا إكستريم فاليو بروبلم ثيرم. اللي هي بسموها extreme value theorem. يعني هذول المستسميات الواحد بده يعرفهم. بقول التالي نصها if y equal f of x is continuous on a closed interval AB إذا كان f continuous on the closed interval، continuous على مين؟ على closed interval، then هذا الشرط، then f attains يعني has باعتبار absolute maximum minimum on AB. on AB بمعنى at some x تنتمي x1، طبعا أساس في maximum في minimum، at some c و d تنتمي للفترة المغلقة AB. يعني إذا كان الطلاب متصل على فترة مغلقة لابد أن يكون الماكسيمم والمينيمم موجود
عند قيم واي يعني وقيم واي عند اكس سي مثلا ودي، واحدة للابسوليوت ماكسيمم واحدة للابسوليوت مينيمم. هذا بسموها الاكستريم فاليو ثيرم. طبعا اذا الشرطين ما تحققوش، اذا ما كانت كونتينيوس، اذا كانت كونتينيوس بس على الفترة المفتوحة مش بالاكيد راح يكون في عندي ابسوليوت ماكسيمم ابسوليوت مينيمم. كمثال بس هسه اوضح وين الشرطين هذول مهمات، اللي هو تكون كونتينيوس وتكون جاي على وين؟ على كلوزد انترفال. فمثلا هاي الفترة A B، لو أخذنا المنحنى بهذا الشكل هاي الاقتران هذا F متصل continuous مظبوط، هاي F continuous بس على وين؟ على الفترة المفتوحة A B. شو الابسوليوت ماكسيمم له؟ فيش له، يعني بتقول اكبر قيمه جاي وين؟ جنب هذه النقطه. يعني هذه النقطه افرضوا كانت مثلا 5، شو الابسوليوت ماكسيمم؟ ها لو قلت 4.19 بقول لك طيب 94% اكبر منها ولا لا؟ ايضا مش 4.19، ما فيش. وشو الابسوليت مينيمم؟ ايضا ما فيش. فهذا اقتران متصل على فتره مفتوحه، بس هذا مشكلته انه راح يكون في عندي نو ابسوليوت ماكسيمم نو ابسوليوت. فالشرط الاول هو شرط الاتصال ما كانش متحقق، شرط الكلوز انترفال اسف، هو متصل بس الانترفال ما كانش متحقق. طيب في مثال ثاني هسه بناخده بكون معرف على كلوزد انترفال بس ايش؟ مش كونتينيوس. مثال ثاني هاي عندي، هاي الـ A هاي الـ B، اي هذا الفانكشن اف من على الفترة اي بي معرف عند كل النقاط، هاي عند الاي قيمته هان ماشي، عند هذا النقطة قيمته جاي فوق معرف هان، عند هذا النقطة معرف جاي تحت انا فاضي وجاي هنا. هذا اقتران اف از ديفايند اون اي بي، لكن شماله not continuous. اف از ديفايند معرف ديفايند اون اي بي، معرف عند كل نقطة من نقاط اي بي، لكن شو الابسوليت ماكسيمم هنا؟ في الابسوليت ماكسيمم؟ فيش، لانه هذا النقطة الوحيدة المرشحة شو صار فيها؟ جاي نقطة فاضية زي المثال الاول. وين الابسوليت مينيمم؟ كان المفروض تكون وين جاية؟ جنب هذه النقطة، بس هذه النقطة ايضا مش معرفة، جاي قيمتها عند اللي فوق. فهذا نو ابسوليت ماكسيمم نو ابسوليوت. فاذا في النظريه حطيناها بتقول اكستريم فاليو ثيرم، بتقول لازم يكون اذا كان الاقتران متصل على فتره مغلقه مش مفتوحه فاكيد اف والاتينز والاتين يعني تهاز ابسوليوت ماكسيمم مينيمم اون سام بوينتس اون ذا انترفال. نعم في لوكال، في لوكال بس احنا بنحكي عن الابسوليوت. في نظرية ثانية مسموها فيرماتس ثيرم،
حط التسميات لأنها موجودة. Fermat's theorem. Fermat اسم شخص يعني. Fermat theorem بتقول if has local maximum or minimum at x equal to c, well, if a prime of c exists, يعني إذا تحقق هذول الشرطين, then if a prime less c تساوي صفر. هذا اسمها فيرمات ثيرم. ففيرمات ثيرم بتقول إذا كان عندنا f has local maximum أو minimum عند c والمشتقة موجودة, لازم تكون المشتقة إيش؟ صفر. إذا متذكرين أنتم كنتوا لما هسه رح ناخذها كمان شوي, لما كنتوا تاخذوا الكريتيكال بوينتس, كان الكريتيكال بوينتس شو الشرط إلها؟ تكون مشتقة صفر أو غير موجودة. ومنها أحيانا هذه الكريتيكال بوينتس إيش يطلع منها لوكال ماكسيمم أو مينيمم وإيش إيش ما يطلعش. هذه النظرية بتكون بالعكس, إذا كانت لوكال ماكسيمم أو لوكال مينيمم, نعم, إف برايم أوف سي, إذا كانت طبعا does not exist خلاص انتهينا, بس إذا كانت exist لازم تساوي إيش؟ صفر, اللي هي عكس النظرية كنا نشتغل فيها. هذا بسموها فيرمات ثيرم. طبعا من يعني ملاحظات انه احيانا بتكون المشتقة تساوي صفر, بس مش شرط ايش تكون local maximum ولا local minimum. يعني لو جينا اخذنا y يساوي x تكعيب, نعم, يعني y يساوي x تكعيب, فعند at x equal to 0 ان ال y برايم شو تساوي؟ تساوي 0, but it is not, but not local maximum او minimum. يعني النظريه بتقول اذا كان local maximum او minimum بتكون مشتقه صفر, بس ممكن تكون عند المشتقه صفر بدون ما يتحقق هذا الشرط. بدي انتبه للمعطيات, اذا كان لوكال ماكسيمم بعطينا هذا, بس اذا كانت هذه موجوده ليس بالضروري ان يكون ايش ان يكون لوكال ماكسيمم زي ما في هذا المثال. وايضا لو جينا اخذنا هذا اللي هو y يساوي x ناقص 2, عند هذه النقطة هذه y اللي هي طبعا f of x, نعم, at x equal to 2 we have local minimum, but ايش if a prime للتنين does not exist, does not. طبعا هذا لا يناقض النظرية. النظرية بتقول إذا كان local maximum لازم تحققوا الشرطين, وتكون if a prime of c exist إذا تحققوا هذول الشرطين بتكون عند المشتقة تساوي صفر. فهنا إيش تحقق الشرط الأول, بس ما تحققش إنه if a prime of c if a prime let 2 exist, فلذلك ما بقدر أستنتج إنه هذا تساوي المشتقة تساوي صفر. فإذا بدي أحكي إنه نص النظرية بقول إذا كان عندي local maximum minimum الشرط الأول, زاد الشرط الثاني المشتقة موجودة لابد انها تكون ايش صفر. الان المثالين, هذا مثال كان فيه المشتقة غير موجودة فبقدرش معنا استنتج المشتقة تساوي صفر, والمثال الثاني كان ممكن تكون عندي انه المشتقة تساوي صفر بدون ما يكون عندي local maximum او local minimum. في الان بنعرف الكريتيكال بوينتس اللي بالعربي بسموها ايش نقاط الحرج.
definition. الحاجات الجاية بصير كلها حل أكثر يمكن. بس أنا شوية تعريفات. If has a critical point. Point at x equal to c. الشرط إنه إيش؟ F إنه F prime less c إما تساوي صفر or does not exist. الشرط هان إنها سي شمالها سي تنتمي للدومين. عمرنا نتحدث عن سي لا تنتمي للدومين. عشان هيك مرات إذا كان عندي مثلا اف اوف اكس أو الجذر التربيعي النقاط السالبة ما بفكر اللي بتخلي تحت الجذر سالب اللي هي مش ضمن الدومين ما بعتبرهاش بالمرة. نأخذ مثال هسا هيك الواحد يغير جو التعريفات. example لو كان عندي اف للاكس يساوي اكس قوة 3 اخماس في 4 ناقص اكس. المطلوب find the critical points. بس الأول شو وين الدومين جاي؟ شو الدومين جاي؟ في أي تحفظات؟ دومين R. نعم. يعني الدومين D اللي هي الناقص مال النهاية. لأنه هذا الجذر الخامس ودائما الجذر الفردي دائما كل زي الجذر التكعيبي لإكس سواء كانت إكس موجب ولا سالب الجذر التكعيبي بده يكون معرف فيش مشكلة فيه. فمشان نطلع الكريتيكال بوينتس بدنا إيش؟ نشتق. F prime of x يساوي الأول x قوة 3 على 5 في مشتقة الثاني سالب 1 زاد الثاني 4 ناقص x في مشتقة الأول اللي هو 3 على 5 x هو ناقص 2. متعودين انتم طبعا تحطوا اكس قوة ناقص 50 في المقام وتوحدوا المقام. انا بدي اعملها بطريقة ثانية هيك يعني بالنسبة لي تبدو ابسط. هو الكتاب عاملها هيك بس انا بفضل دائما انه اخذ عامل مشترك في الاول. هسا شو العامل المشترك ممكن اخذه هان؟ في عندي اكس قوة 3 اخماس واكس قوة 50 باخذ الاصغر. مين الاصغر؟ اكس قوة ناقص 50. x قوة ناقص 50. لما اخذ x قوة 50 شو بضل عندي هنا؟ في عندي ناقص x قوة ايش؟ x قوة 1. ليش x قوة 1؟ لانه الناقص 50 لما اضرب شو بعمل بالقوة؟ بجمعها. فالناقص 50 مشان يطلع 3 اخماس شو بدي هناك؟ قوة واحد اللي هي خمس أخماس. مظبوط. هذه وكأنها خمسة على خمسة. لما أضرب هذول مع بعض بصير ناقص 50 مع الخمس أخماس بطلع عندي إيش؟ 3 أخماس. فلذلك هذه راح تكون اللي هي إكس قوة واحد يعني إكس. ولما أخذ الإكس قوة ناقص 50 برا شو بضل عندي هنا؟ زائد 4 ناقص إكس في 3 أخماس. ماشي. دائما نحاول نشوف هذا النمط بيجي أسهل الكالكوليشنز. طيب بصير عندي
اكس قوة ناقص 50 في عندي هنا ناقص 3 أخماس اكس، لما ناقص 3 أخماس اكس وناقص اكس ناقص 4 8 أخماس. أول شيء بالنسبة للأربعة، 4 في 3 5 اللي هي 12 على 5 ناقص 3 أخماس إكس، 1 إكس اللي هي 8 أخماس. اللي هي تساوي في المقام تنزل هذه إكس قوة 50، هسه بنزلها المقام إكس قوة، بصير الجذر الخامس للإكس تربيع، وهذه اللي هي خذوا 5 برا إذا بدكم، أو خذوا 5 برا، شو بضل عندي هنا 12 ناقص 8 إكس، هذا اللي هي إف برايم أوف إكس. فالكريتيكال بوينتس، كريتيكال بوينتس ات، الحاجة اللي بتخلي طبعا المشتقة صفر اللي هي ايش؟ البسط صفر، بتطلع قيمة اكس هان، يعني من هان اللي هي 12 ناقص 8 اكس يساوي صفر، يعني 8 اكس يساوي 12، يعني اكس يساوي 1.5، ومن هان اللي بخليها صفر اللي هي x تساوي صفر، يعني at x equal 1.5 راح تو critical points عند 1.5. طبعا هذا لاحقا لما بدنا نوجد التزايد والتناقص اللي متذكرين على خط الاعداد، بحط الصفر والواحد ونص وببحث الاشارة وبكمل الحل، بس تكون النقطة الاولى كيف نوجد the critical points. خلي في حدا حد عنده استفسار على هذا الجزء؟ أعيده. عملية أخذ العام المشترك، خلينا هسه برجع لها ثاني صفحة. يعني مثلا لو عندي، بس على جنب مشان هيك، لو كان عندي إكس قوة مثلا ناقص 4 زائد إكس قوة ناقص 6، في عملية شو باخذ المشترك؟ دائما باخذ الاكس اللي اصغر مرفوع القوة الاصغر اللي هي ايش انا؟ اكس قوة ناقص 6. شوف شو بضل عندي؟ شو بضل عندي هنا؟ اكس تربيع زائد 1. طبعا ليش اكس تربيع؟ بدي اضمن اللي لما اضرب التنتين مع بعض هذول شو بطلع عندي؟ حاصل الضرر اجمع القوى بطلع عندي اللي هو سالب 4. فمثلا لو كان في عندي اكس قوة ناقص 4 3 زائد اكس قوة 2، شو اللي باخذه؟ قوة 2 باخذ مين هنا؟ اكس قوة ناقص 4 3، بضل عندي هنا 1 زائد ايش؟ اكس ايش هنا؟ اكس تربيع، اكس تربيع اللي هي اكس قوة 6 على 3، عساس 6 على 3 مع الناقص 4 على 3 بعطوني 2/3. وفي عمليات الاشتقاق دائما اخذ العامل المشترك راح يخليك دائما جوات القوس دائما يظل ايش؟ القوة اعداد صحيحة، قوة اكس. فاحنا في مثالنا، كان عندنا ايش؟ في عندي هنا اكس قوة ناقص 50، مظبوط، وهنا في عندي ايش كان؟ اكس قوة 3 أخماس. ننسى بقية الاعداد اللي جاي في النص. فلما اخذ اكس قوة ناقص 50 مشتركة، بضل عندي هنا 1 زائد هنا اكس قوة ايش؟ قوة 1. ليش؟ لان 1 5 أخماس مع ناقص 50 لما اضربها بطلع 3 أخماس. شو
طيب مشان إيجاد أكبر الـ absolute value maximum minimum point point absolute maximum minimum of y يساوي f للx اللي هذه continuous on a closed interval ab. كيف بوجد ال absolute maximum minimum ل y يساوي f of x على فترة مغلقة ab؟ في خطوتين. الخطوة الأولى you find the critical points in the open interval AB. يعني بطلع الكريتيكال بوينتس وبشوف مين موجود منها في الفترة AB. الخطوة الثانية بعمل جدول X Y F of X، بحط هنا ال A وال B، بحط النقطتين A و B، بحط ايش هنا كمان الكريتيكال بوينتس ان ذا انترفال اي بي، وبنحسب هنا ايش قيمة واي، نحسب قيمة واي مقابل كل نقطة لان بحسب اعوضها في واي. في هذه المنطقة اللارجست فاليو، نعم الـ largest value هي راح تكون عندي تعطيني الـ absolute maximum اللي سميناها ايش الـ maximum value، ثم smallest value هي راح تعطيني الـ absolute minimum. احيانا بوجد الـ critical points يمكن يطلعوا 10 بس ولا واحدة منهم ايش ضمن الفترة اي بي، بحطهمش. يعني اقل حاجة راح يكون في عندي نقطتين اللي هي الاي والبي، بالاضافة لمين للكريتيكال بوينتس اللي جاي ضمن الفترة المفتوحة اي بي. فالمرة الجاية ان شاء الله بناخذ مثال وبنطبق تطبيقات عليها، دائما لايجاد الابسولوت ماكسيمم استخدم هذا النمط. يعطيكم العافية.